بيشرفنا كوكبة من العالميين. اللي احنا الحقيقة الانتقاء كان لمعايير مهنية وموضوعية لحد كبير. حبينا نقول لطلبة إعلام سوهاج ان احنا مش اي حد يقدر يبقى مهني او يبقى إعلامي الا بمعايير محددة. يمكن احنا بنكافح من فترة ان يبقى عندنا الاختبار ده بحيث ان احنا نختار طلبة قسم إعلام وفقا لمعايير معينة ووفقا لقدرات معينة. مش اي طالب يستطيع. وده يمكن المنتج اللي حصل ان احنا الفترة اللي فاتت في شكوى عامة من الإعلام، في شكوى عامة من اللي بيشتغلوا في مجال الإعلام. الأجيال اللي خرجت احنا كأكاديميين مسؤولين عن جزء كبير منها الحقيقة، لا ننكر مسؤوليتنا لأننا لم نساهم بشكل فعال في تكوين إعلام.